يلا يا سيدي شوف شغلك، كفاية إعلانات أثرياء، رجعنا لمقاس الفقراء يا نصابين يا نور. اتفضل يا سيدي انزل بالفيديوهات. أستاذة مريم، هنعرض الفيديوهات اللي جايبها البيت دي ولا إيه؟ تسأل مين أنت؟ ما تسألش حد غير، أنا هنا مستر ويكيليكس. يلا شوف شغلك. ماشي. يلا يا جماعة هوا فايف. يخرب بيتك، انزل بالفيديوهات خلص. عينك رغرغت بالدموع. يلا طلع باقي عدة النصب يا نصاب. كفاية كده بقى، بصراحة المناظر دي صعبة قوي على المشاهد. غمضي عينك يا أبلة يا حنينة، أنت الشعب لازم يعرف أعضاءه بتروح فين.